اهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقه الخاصه من مصر في يوم. عاده في عيد الام بنقول لكل ام مصريه كل سنه وانت طيبه يا رب وبصحه وسعاده. فكرنا في امهات مصر كلهم، فكرنا في ام الشهيد، لكن احنا كمان النهارده فكرنا في ام المريض. أم المريض، أم الطفل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبتليه بمرض السرطان، أم بتعاني معاناة شديدة للغاية. احنا فكرنا النهاردة ان احنا نكون معاها في حلقة خاصة من مصر في يوم، نشاركها اليوم ده، نحس بألمها، ننقل لحضراتكم ازاي أم الطفل المريض اللي مصاب بالسرطان بتعاني معاناة شديدة، بتمر عليها أعياد من غير ما تحس إن هي أعياد، بتتألم ألم شديد، لأن أسهل حاجة على أي أم إن هي تكون تعبانة لكن ما تحسش أبداً إن ابنها حاسس بألم أو بتعب. قررنا النهاردة إن احنا نكون مع أم المريض، أم الطفل المريض المصاب بسرطان الأطفال. احنا لسه قاعدين مع الاطفال ومع امهاتهم، يوم جميل جدا وانا شخصيا مستمتعه بيه. ومعانا احمد. ازيك يا احمد؟ كويس الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. حاسس بايه دلوقتي؟ احسن؟ احسن الحمد لله. الحمد لله. وماما؟ ماما احمد ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه. طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت تقول ايه لماما بقى في عيد الام؟ انت عارف احنا جينا النهارده قلنا لازم نشوف احمد عشان نطمن عليه، وكمان نشوف مامة احمد عشان نقول لها كل سنه وانت طيب. عشان ماما عملت عشاننا حاجات كتيره قوي، صح؟ عملت ايه بقى عشان خاطر احمد؟ تعبت معايا ووقفت جنبي وانا تعبان، وتعبت قوي يعني. يا حبيبي هي اهم حاجه عندها انك تقوم بالسلام. يا رب. يا رب يا حبيب قلبي. شفتي احمد ازاي جميل وحاسس فيه ولا زي؟ يا رب يا رب. احمد بقاله قد ايه هنا؟ بقالنا سنه والحمد لله. السنه دي عدت عليك ازاي؟ انا عارفه انك انت تحملتي حاجات كتيره قوي. عدت ربنا وليالي الحمد لله اللي جاب ربنا. احمد كويس اهو، صح؟ الحمد لله. مش تقولي لماما انك انت بقيت احسن يا احمد؟ الحمد لله اللي جاب ربنا. ايه يا حبيبي؟ بقيت كويس الحمد لله. الحمد لله بقى احسن. والله احمد كويس بسمع الكلام، استجاب للعلاج الحمد لله. الحمد لله. وانت ام جميل، ربنا يخليك، وتحملتي كتير قوي وربنا جزاكي خير، ربنا يخليك وهيجزيكي خير كمان ان شاء الله. واحمد يقوم بالف سلامه. والله بطلب من ربنا بس يشفولي، بس الحمد لله مش عايزه حاجه من الدنيا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يشفيك. ايه انا كان نفسي قوي يا رب، انا كان نفسي قوي اجي النهارده عشان اشوف ماما يا احمد عشان عيد الام، واشوفك كمان اطمن عليك. لكن قول لي بقى، انت عايز لما تكبر تعمل ايه لماما؟ ايه تعمل ايه لماما لما تكبر؟ بكره هتكبر بقى وهيبقى بتشتغل وعندك فلوس كتير قوي، هتجيب هدايا لماما ولا هتعمل ايه؟ هعمل لها كل اللي في نفسها. ربنا يخليك ليها يا حبيبي ان شاء الله، وتقوم بالف سلامه عشان تعمل لماما كل اللي نفسها. ماما نفسها في ايه؟ تعالى نسالها انا وانت. اسالها كده. نفسك في ايه يا ماما؟ نفسي ان انت تكبر وتبقى احسن حاجه كبيره كده، احسن الناس يا حبيبي، وانت ان شاء الله ربنا يشفيك. بس مش عايزه حاجه من الدنيا الا كده. طب ادي ماما بوسه بقى كبيره قوي على قد الحب اللي جواك ده. اونتاكي؟ لا ده مش اونتاكي، ده جميل وحساس. انت عايز تشتغل ايه يا احمد لما تكبر؟ اشتغل دكتور في 57. يا حبيبي دكتور في 57؟ أيوة. ليه يا حبيبي؟ عشان هي اللي عالجتني وخففت عني المرض، انا عايز اخفف عن الناس تاني المرض. احمد انت جميل قوي 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 قوي، وشاطر قوي قوي قوي، وعايزين انا وماما وانت نقول يا رب دلوقتي تشفي احمد يا رب، لان احمد جميل وجواه جميل قوي. يا رب يا رب يشفيني يا رب. قلنا نيجي نقضي معاكي عيد الام، حاسه عيد الام السنه دي احسن الحمد لله لان احمد بقى احسن. الحمد لله الحمد لله، بس يعني مش احسن عشان هو في المستشفى وكده، واولاد الباقيين بعاد عني، بس الحمد لله عليك. وحضرتك منين؟ انا من السيدة عائشة. السيدة عائشة من هنا. بيجوا يزوروكي؟ بيجوا الحمد لله. عندي بنت كبيرة وابني الصغير، بيجوا وقت الزيارة بيجوا الحمد لله. هو حضرتك قاعدة هنا ولا بتيجي الايام بتاع الجرعات الكيماوي بس؟ لا انا محجوزة عامة بقالي شهر ونص اهو، بيكمل علاجه بقى عامة. هو يعني رد عليه تاني بعد ما خلصنا المرحلة الأولانية، الحمد لله رد عليه تاني، فجينا بقى نعيد المشوار من اوله.
معلش نحمد ربنا عليك. ربنا بيختبر قوة إيمانك وصبرك عشان كده هو ابتليكي، لكن أحمد بيقول لك إن شاء الله هيكبر ويعوضك على كل اللحظات الصعبة. إن شاء الله يا رب أعيش بس وأشوفه كويس وخافف وراجل إن شاء الله. إن شاء الله هو راجل وجميل قوي. أحمد ده سيد الرجالة كلهم ولا إيه؟ ربنا يخليك. أنت جميل قوي قوي قوي، وأنا مبسوطة إن أنا شفتك النهاردة جدا، يعني هنبقى أصحاب. اللي انا اشوفه حبيب قلبي انا. وجاب لك ايه حضرتك؟ جاب لي هديه، عبايه وكيس، كيس اهو، وجاب لي حاجات الله تانية. طب احنا لازم نشوف بقى. الله الله ذوقك حلو قوي. شفتي بقى شفتوا احمد جاب ايه لمامته؟ انا مبسوطه منك قوي يا احمد، ده من مصروف بتاعك. بس انا لو خرجت قبل عيد كنت اجيب لك حاجات كتيره، بس الحمد لله بقى لسه شويه. انت كنت بتحوش فجبت لماما ده؟ كان بيحوش. ده انا معجبه بيه قوي، شكله حلو قوي، ذوقك حلو قوي. اقول لك يا زي يا حبيبي يا حبيبي ميرسي. انت جميل قوي يا احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. تعرف بيكي؟ نوره. نوره ده ابنك. عنده قد ايه؟ عنده سنه ونص. سنه ونص. بقالكوا هنا برضو بترددوا على مستشفى؟ سنه 19. 19. نوره انت شكلك صغير، عندك اطفال تاني غير ابني؟ عندي ثلاثه. ثلاثه ما شاء الله، ده ضحكوا عليكي وانت صغيره بقى، جوزك صغيره شكلك كده. عندهم قد ايه؟ أكبر واحدة عندها سبع سنين. سبع سنين. عيد الأم بقى إيه بالنسبة لك؟ أحلى حاجة عندي يعني عيد الأم. عيد الأم. أظن ابنك ده اسمه إيه؟ ياسين. ياسين. نفسك ياسين يكبر أكيد، قول يا ماما. أمال إيه؟ ربنا يخليك. ربنا يشفي يا رب ويشيل عنه. يا رب يا حبيبتي، أنا عارفة إن أكيد الفترة اللي فاتت دي كانت فترة صعبة عليك شوية. أمال إيه؟ يعني بتاع ربنا. ونعم بالله، بس هو الحمد لله احسن. لا الحمد لله، وبسطت اكتر النهارده، ما فيش لا عمليه والحمد لله. الحمد لله. الحمد كان لله. في حاجه مفروض النهارده تتابعوا منها او تعرفوا تحاليل او نتائج وطلعت الحمد لله كويس؟ الحمد لله الدكتوره بسطت لنا النهارده وقالت لي مالوش عمليه الحمد لله. طب الحمد لله. شفتي بقى هديه بتاعت الام من السماء من ربنا. ربنا اللي اداك الهديه دي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بتضحك على ايه؟ مبسوط من ايه؟ كلام ياسين. مبسوط من ايه؟ مبسوط من ايه؟ فرحان زي والدته ما فرحان. الحمد لله. الحمد لله ان ربنا طمنك عليه. الحمد لله. وزي ما قلت لك دي هديه السماء ليكي النهارده عيد الام. ولادك جابوا لك هديه بقى الصغيرين تاني؟ لسه. انت منين اصلا؟ من شبين. من شبين. منوفيه. لسه. لا شبين القناطر. شبين القناطر. قريبه. اقرب شويه. اقرب شويه. كل سنه وانت طيبه وعيد ام سعيد. واعتقد ان انا شخصيا دلوقتي سعيده قوي انك قلتي لي الحمد لله النتائج طالعه كويسه. الحمد لله. الحمد لله نحمد ربنا على اللي جابوني. راضيين بيه. الحمد لله. تتمني ايه؟ اتمنى ربنا يشفيه ويشيل عنه ويقعد في وسط اخواته وما ينحرمش منه. يا رب حبيبتي ربنا يشفيهولك ويطمنك عليه يا رب. ام احمد تتمني ايه بقى؟ عشان انا مبسوطه اولا انت محظوظه قوي ان عندك ابن زي احمد. عشان احمد ده جميل قوي، واحنا خلاص بقينا اصحاب انا واحمد. صح؟ شويه اصحاب؟ وعندك ابتسامه جميله قوي يا حبيبي، ربنا يخليك لماما وما يحرمهاش ابدا من ابتسامتك الجميله دي. تعرف ان ماما دي حلوه وبتحبك قوي قوي، وهي قاعده جنبي عينيها كلها حب ليك. والله حاسس. حاسس يا حبيبي؟ حاسس ازاي؟ ده انت جميل قوي والله العظيم. حاسس ازاي؟ ما بشوفها اما ببقى زعلان بتعيط عشان. وانت ليه حبيبي بتبقى زعلان؟ ببقى متضايق من الاوضه وببقى عايز اخرج شويه، بتعيط بقى عشان. هو ساعات بيبقى مش مسموح له ان هو ينزل مثلا عشان المناعه وكده، بس احيانا بينزل في المكتبه وكده، بس هو بيبقى متضايق. هو كل بس كل هم ان هو يروح، عايز يروح، بس هو لسه ما كملش علاجه، فانا مش عايزاه عايزاه يصبر وشويه كده عشان ما نروح ما نرجعش هنا تاني. هي ماما عايزاك تصبر وتسمع كلامها عشان تخف بسرعه وترجع بقى تروح مدرستك. وممكن كمان تروح النادي. تحب الكوره؟ ما بعرفش العب. بتعرفش تلعب؟ ممكن تتعلم. تحب ايه طيب؟ تحب ايه؟ انا بحب كل حاجه في دنيتي يا حبيبي. ودنيتك بتحبك قوي، ودنيتك هتبقى جميله قوي قوي قوي. كلامه اكبر من سني. فظيع ماما كلامه ده. هقول لك الحمد لله ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. يا رب. قولي لي امنيتك يا فادي. امنيتي في الدنيا ربنا يخلي لي ولادي ويشفوه لي، اشوفه احسن الناس. يا رب. دي امنيتي الوحيده. هو يستاهل كمان. انا مش عايزه حاجه من الدنيا الا ربنا يشفيه ويخلي اخواته. الحمد لله. يا رب يا رب. احمد اسمح لي اقول لك ان انا مبسوطه قوي ان انا شفتك النهارده. اسمح لي ابوسك؟ ممكن ابوسك؟ سمحت. يا حبيبي يا حبيبي انت جميل قوي قوي، وربنا يشفيه لك يا رب، وان شاء الله ربنا يطمنك عليه. وعندنا خبر حلو ان ايه المناخير صغنطوطه دي؟
ايه المراجيح الزغندوده دي؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد ام سعيد، وانا كنت فرحانه قوي 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 ان انا معاكم النهارده. انا عايزاك تمسك المايك بتاعنا وتتكلم، انت ايه رايك تبقى مذيع؟ ايه رايك تشتغل مذيع؟ هو يغني اغنيه لماما. بيعرف اغاني؟ يا خبر ابيض. طب يلا عايز، طب عايز بس عايز كل اللي في دنيتي ربنا يشفي يا حبيبي. ربنا يشفيك يا رب، ربنا يشفيك يا حبيبي. انت حافظ اي اغنيه؟ انا حافظ اغنيه حزينه قوي. حزينه قوي ليه يا حبيبي؟ احنا ان شاء الله كل حاجه تبقى حلوه وفيها فرح. قول لي طيب اغنيه ايه؟ بتاع اليتيم اللي بغني. اليتيم اللي بيغني؟ طب قولها لي كده. انا اليتيم اللي بغني، موالي كان سطري ألمني، الحزن مسهرني ليالي، والعمر عزبه مطولني، أبويا راح منه شبابه، بعد ما راح عز أحبابه، والدمع يطفو من عينه، والعم واقف على بابه، وكل ما الناس يشوفوني، فجأة أمي يعيروني، ويشاوروا ويقولوا يتيم، يتيم طب ليه ظلموني، وفي عيد الأم بقت واقف، والأم هتبين أولادها، واخذت كام ورده في ايدي ورحت قبر امي ازرها، ندعت يا امي دناكي خديني اعيش جوه معاكي، انا عشت في بحر ملوش اخر، اصل الجنه في دنياكي، يا رب اقبل دعواتي وارحمني من عمري قاطي، ورجع ابويا ونورعينه واما بالفرح حالي. الله، شفت اغنيه الفرح اللي في الاخر دي؟ حلوه قوي اغنيه الفرح. على فكره هو احمد نبهنا لحاجه مهمه قوي، ان احنا كمان يعني الاطفال اليتامى اللي فقدوا امهاتهم، انت كان عندك حس عالي قوي يا احمد في كل حاجه، فانت فاكرهم كمان النهارده. الام غاليه قوي، غاليه قوي، عشان كده دايما لازم نسمع كلام امك. انت بتسمع الكلام؟ انا عارفه. ولا بتسمعش الكلام؟ نسأل ماما، نسأل ماما. بيسمع احمد؟ بيسمع الكلام، ما بيحبش يزعق. الحاجه اللي بيزعقني هو بيعملهاش، ما بيعملهاش. كويس، اقول له استحمل وعايزين نصبر على العلاج وكده ونروح. ماشي، حاضر يا ماما. الله الله، ده احنا كلنا عايزين نسقف لاحمد بقى. انا شخصيا معجبه بيك قوي، شفت كل الناس دي بتسقف لاحمد. ايه رايك بقى المره الجايه بقى تقول لي اغنيه فيها فرح كده، ما تقوليش اغنيه حزينه. ليه اغنيه حزينه وانت جميل وعينيك مبتسمه كده؟ ماشي، نفرح المره الجايه نسمع اغنيه. انت بتحب الكوره؟ مش عارفه العبها. مش مهم انك يعني بتحب تتفرج عليها يعني؟ لا، بتحب تتفرج عليها. امال تتفرج على ايه؟ بتفرج على افلام. افلام؟ عشان كده الدراما دي جايه من الافلام. بشكرك يا احمد، وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، وكل سنه وماما طيبه. كان عندنا فرصة كمان واحنا في جولتنا في المستشفى ان احنا نلتقي بعدد من الاطفال، طبعا في فئات عمرية مختلفة، لكن معانا. اسمك ايه؟ أسامة. أسامة؟ وانتي جميلة؟ جنى. جنى؟ وانتي جميلة؟ اسمي سما. سما؟ انت هنا بقى تعبان؟ بتيجي كام يوم؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ 3. تيجي سري؟ ايه اللي كان بيوجعك؟ مني. ايه؟ مني بطلت؟ وعامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبي. وانت يا جميلة؟ انا اولي. انت كنتي تعبانة بتيجي هنا عشان تتعالجي؟ ايه اللي كان بيوجعك بقى؟ العظم كله. عظمك كله حبيبتي، بس انتي احسن دلوقتي الحمد لله. الحمد لله، بتحركي احسن وبقيتي احسن. ايوه. ماما بتيجي معاكي هنا؟ لا، ساعات ماما ولا ساعات بابا. ساعات ماما وساعات بابا. انتي مبسوطه هنا؟ ايوه. انا شايفه الجنينه الحلوه دي، بتيجي تلعبي في الجنينه الحلوه دي؟ ليكي اصحاب هنا؟ لا. مالكيش اصحاب؟ انا كنت محجوزه هنا، كنت ليا اصحاب كتير. انتي كنت محجوزه هنا فتره طويله، دلوقتي خلاص بتعملي متابعات بس؟ ايوه. انتي الحمد لله خلاص خفيتي؟ الحمد لله. الحمد لله. وانتي يا جميله بتعملي ايه هنا؟ ايه الهدايا دي كلها؟ انا مش تعبانه، اخويا اللي تعبان وانا لا. اخوكي تعبان يا حبيبتي؟ وهو قاعد هنا؟ وانتي بقى بتيجي عشان تطمني عليه؟ احنا وبابا موصلهم هنا. انت وانتي وبابا ايه؟ احنا موصلهم هنا.
انت بتزورهم هنا، انت بتزوريهم هنا، هو قاعد هو وماما هنا، بابا والدنيا نجيبهم معنا في العربية. في العربية، لكن هو اخوكي هنا قاعد مع ماما. هو خف الحمد لله. انت بتيجي تلعبي هنا في الجنينة؟ وبتعملي ايه مع اخوكي لما تلاقيه تعبان؟ نلعب جوه بقى، نلعب بقى، بنديله هديه بقى جوه كده. بيدوكي هديه جوه؟ انت مبسوطه بقى ان معاكي هديه؟ انتوا منورين النهارده. انا عايزه العب معاكم في الجاردن. معاكم كوره ولا مفيش كوره؟ انت بتحب الكوره؟ بتحب الكوره. طب نجيب كورة ونلعب في الجاردن دي ولا ما ينفعش؟ ما انا عندي جاردن. عندك كورتين؟ وانا عندي كورة صغيرة. بتلعبي بيها مع اخوكي تعبان ولا لا؟ بلعب بيها، وعندي واحدة كمان هنا في البيت كبيرة، واحدة في القاهرة كبيرة برضه. واحدة في القاهرة؟ انت منين اصلا؟ انا من دسوق. من دسوق؟ عشان كده بتيجي في عربية بابا. بس ماما واخوكي قاعدين هنا في القاهرة عشان هما في المستشفى هنا. كل يوم بقى نقول مع تيتا شوية، نقول لهم يلا يا تيتا احنا ماشيين وانتوا خليكم هنا. طب انا عايزة اعرف بقى مين فيكم عارف اغنية عشان عيد الام؟ انا. قولي. طيب، طب هي الاغنية بتقول ايه عشان نغني معاكي كلنا؟ يلا نغني معاكي. اغنية ايه بقى؟ بتقول ايه الاغنية؟ اللي في المسرح دي اغنية جميلة. اللي هي ايه اللي في المسرح؟ بتقولي ايه في الاغنية؟ اللي بتمناه والعيب بتستناه، ارفع صوتي يا ربي. قولي الاغنية. اما هي بيقولها وتخلص بقى. وتخلص بقى، ما هي بس كده الاغنية صغيرة كده. طب انت عارفة اغنية عن ماما؟ ولا مش عارفة اغنية عن ماما عشان عيد الام؟ طب قولي يلا اغنيه عشان ماما. واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره. عشره دي الاغنيه بتاعت ماما اللي فيها رقم عشره. الدنيا حافظها. ايه؟ الدنيا حافظها. حافظها؟ انتوا عارفين ان عيد الام خلاص؟ جبت هديه لماما ولا لا؟ جبتها. جبتي لماما ايه؟ بتلعب. قولي لي بقى، لما ماما كانت تعبانه، لما انت كنت تعبانه هنا وكنت موجوده في المستشفى، ماما كانت بتقعد معاكي؟ ايوه. كانت بتقعد معايا، عشان بابا كان يجي لي الزون بالليل. بس كل الوقت كانت ماما قاعده معاكي، يعني انت لما كنت تغمضي عينيكي وبعدين تفتحي تلاقي ماما معاكي. ايوه. عشان كده انت بتحبي ماما. بحبها هي وبابا قوي. حبيبتي انت خفيتي الحمد لله. طب ايه ده، انت مش حافظه اي اغنيه لعيد الام عشان ماما؟ لسه مش حافظه اغنيه، هنحفظ المره الجايه. لا دي لعبه اولاد، انت معاكي لعبه البنات. بصي، وانت بعدين انت عندك اكسسوري كتير، شايفه كل الحاجات دي، ودي كمان. وانا عندي كمان توكات جميله. عندك توكات جميله؟ انا بحبكم قوي، مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده. انتوا مبسوطين؟ نفسكوا في ايه؟ مش نفسي حاجه. انت خلاص خفيتي الحمد لله. وانت نفسك في ايه يا جميل؟ انا نفسي كل العيال تخف زيي. طب ممكن تقوليها لنا تاني عشان دي جمله حلوه قوي؟ نفسي كل العيال تخف زيي. نفسك كل العيال تخف زيك ان شاء الله يا حبيبي. وانت نفسك في ايه؟ مش نفسك. ليه مش نفسك؟ لازم يبقى نفسك. باي باي. انا مبسوطه اني كنت معاكوا قوي. احنا معانا كمان النهارده في الحديقه اللي موجوده في مستشفى سرطان اطفال عدد من الامهات، قلنا لازم نشارككم النهارده عيد الام. كل سنه وحضرتك طيبه. بسمله ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. انت بقيتي احسن؟ خفيتي شويه؟ الحمد لله كتير.
كتير. بس مالها تعبانة من امتى؟ من نص 11 واحنا هنا في المستشفى. نص شهر 11. ايوه. يعني بقالكم حوالي 6 شهور او 7. خلصنا 5 شهور دخلنا في 4 ودخلنا في الخامس. 4 ودخلتوا في الخامس. انت اكتشفتي الموضوع في بدايته ازاي؟ بطنها كانت مكلكعة شوية، لفينا احنا من اسيوط، لفينا شوية كشوفات واشعات من اسيوط. وجينا على تروحي وتيجي عشان تاخدي الجرعة؟ اول ما روحتش انا عند قرايبي هنا من يوم ما جيت، ما 4 شهور ما روحتش. مروحت. عشان بتبقى جرعات مكثفة ومناعة، وراح اجي على المستشفى لازم اكون قريبة منها. عندك اطفال تاني غير بسملة؟ عندك ايه؟ 4 تاني. 4 ما شاء الله. اعمارهم ايه؟ الكبيرة في سنة 6 والصغير عنده مكملش سنة. يعني قبل ما اجي كان 9 شهور. بسمله عندها كام؟ 3 ولا 4؟ 5 ونص. 5 ونص صغيره خالص. بسمله احنا هناكل اكلنا ولا مش هناكل اكلنا؟ هناكل عشان نكبر. احنا النهارده لما فكرنا ان احنا نكون معاكم، لان مش بس انت تستحقي انك تكوني ام مثاليه، لكن انت ام كمان بطله، لانك بتتحملي الفتره اللي بيبقى فيها تعب بنتك واللحظه. فتره عذاب والله، عذاب عذاب بصراحه، بس الحمد لله جيب نتيجه. الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. انت بقى لما كنتي تعبانه كنت بتصحصحي من النوم كده تلاقي مامي جنبك؟ كنت بتصحي من النوم تقولي عايزه ماما؟ وتلاقيها جنبك. طب انت عارفه ان عيد الام خلاص؟ احنا في عيد الام. تقولي لماما ايه بقى في عيد الام؟ هجيب لها علبه. انا ماما هي مش هتوديني المدرسه عشان مناعتي معفنه. هتودي المدرسه عشان المناعه مش حلوه؟ عشان المناعه مش حلوه مش هتعرفي تروحي المدرسه. انت عايزه تروحي المدرسه؟ لا حضانه. طيب انا بسالك دلوقتي، مش في عيد الام؟ طيب لازم نغني لماما اغنيه. انت عارفه اي اغنيه تقوليها في عيد الام؟ قولي. طب اغنيه. مش عارفه. مش عارفه؟ طب هتروحي المدرسه ازاي؟ اللي يروح المدرسه لازم يكون عارف اغنيه لعيد الام، صح يا ماما؟ صح. صح. طب انت بتحبي ماما قد ايه؟ قد اسبوع. قد اسبوع؟ يعني اسبوع يعني كام يوم؟ 7 ايام؟ طب ده كتير فعلا. طب انا عايزه اشوفك بقى وانت بتبوسي ماما بوسه كبيره قوي وتقولي لها كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما. يلا بوس ماما. فين البوسه بتاعت ماما؟ يا حبيبتي ربنا يخليك ماما يا رب، وان شاء الله تشفي وتبقي زي الفل. انا عارفه ان كان بيمر عليكي لحظات صعبه قوي اللي كان بيبقى فيها، خاصه المراحل الاولى اكيد، وخاصه الفترات بتاعه الجرعات الكيماوي. عذاب كبيره والله، عذاب عذاب، بس الحمد لله جت بفايده، اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. هي في مرحله الجرعات دلوقتي ولا في مرحله المتابعه؟ دلوقتي الحمد لله خلصنا جرعات وبنقيم. بتقيم. خدت كام جرعه؟ 4 جرعات مكثفين. 4. كانت الجرعه بتاخد شهر بالمناعه بتاعتها، في اي وقت تسخن تتعب جري على المستشفى حجز تاني. فتره الحمد لله. حاسه بايه بقى واحنا في عيد الام؟ كل سنه وكل اماتكم بخير وطيبين. تتمني ايه في عيد الام؟ ربنا يشفي كل اللي في المستشفى هنا، ربنا يشفيهم كلهم يا رب. يا رب. ويعافيهم ويشفيهم جميعا، بنتي من ضمنهم هم كلهم يا رب. ربنا يشفي بسمله، وبسمله دي جميله جدا. وهنحفظ اغنيه عشان عيد الام. هسمع منك اغنيه اول ما نتقابل، مش احنا نتقابل تاني؟ انا هجي لك تاني عشان اطمن عليك. فرصه سعيده جدا، مع السلامه. تعرف بحضرتك؟ مدام رحاب. رحاب. ده بنتك عندها كام سنة يا حاج؟ عندها سنة. سنة. بتاخد جرعات؟ بتاخد كيماوي. كيماوي. عندها في الكبد. تمام يا حبيبتي، ألف سلامة. الله يسلمك. ده بيتهيألي يعني احنا بنتكلم عن بداية جرعات يعني لسه بدري. هو دلوقتي الدكتور قال لي 4 وبعدين لها عملية وكده. استأصلوا للفص الأسفل للكبد وكده. كل ده عملتيه انت؟ بس لسه بقى العمليه. روحي يا جنه، روحي يا جنه. قولي لي يعني انت عندك اطفال تاني غيرهم؟ معايا كريم وهاجر. قد ايه كريم وهاجر؟ كريم في تانية اعدادي وهاجر في سنه 6. سنه 6. دي الصغيره بتاعتك؟ هي الفرق ما بين اختها 12 سنه. 12 سنه.
انا عارفه ان اكيد في السنه دي انت عانيتي كتير ومريتي بلحظات صعبه كتير. انا من شهر 10 السنه اللي فاتت، يعني اللي انا ما شفتهوش بقالي 12 سنه جانا وريتهولي في 4 شهور ولا 5 شهور. انت ساكنه هنا حضرتك؟ لا انا من المحلة. من المحلة؟ وجيتي هنا عشان علاج؟ الفتره دي السنه دي مرت عليك ازاي؟ بصراحه صعبه، سنه صعبه بصراحه، شفت فيها ايام عمري ما شفتها. عشان كمان الطفله حبيبتي صغيره. والحمد لله نحمد ربنا. الحمد لله. في عيد الام بقى حاسه بايه؟ احنا جينا النهارده عشان نشاركك اولا ونقول لك كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيبه. علشان انت صابره ومحتسبه وان شاء الله ان شاء الله هتبقى زي الفل. يا رب. تقولي ايه في عيد الام؟ والله اقول ربنا يشفي كل الاطفال اللي هنا ويشفي بنتي ويرحمنا من المرض الوحش ده. يا رب. كبار وصغار. يا رب. يا رب. انا مبسوطه قوي قوي اني شفتك النهارده. وان شاء الله ان شاء الله نطمن وتبقى ملك زي الفل. يا رب. ان شاء الله. يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. عايز تحطي مايك؟ اتفضل. عايزه ده؟ جنة. طب يلا اتفضل. عايزه تقولي ايه؟ قولي ماما. لسه بدري. اظنك مستنيه. هي بدأ لسه، ها تسحف لسه. دي الكلمة اللي انت مستنيها؟ طبعا ماما. طبعا ايه. طبعا. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك طيبة. باي. ومعانا كمان روان ومامتها. ازيك يا روان؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. احنا النهارده قلنا نيجي معاكي عشان عيد الام، بنقول لك كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه. انت طيبه. روان تعملها بقالها قد ايه؟ بقالها دلوقتي سنه وشهرين. سنه وشهرين. حضرتك هنا من القاهره او الجيزه ولا؟ لا انا من اسكندريه. اسكندريه. وروان بتاخد جرعات كمان مش كده؟ بقالها فتره؟ بقالها سنه. السنه دي انا عارفه ان اكيد كان فيها صعوبات كتيره جدا واجهتك. طبعا. عديت الفترة دي ازاي؟ طبعا يعني عون ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي يعلم. ربنا اللي يعلم من الأم بتعاني ازاي. من اللي بتشوفه واللي بتستحمله. يعني بس الحمد لله. الحمد لله حبيبي. الحمد لله. عندك أطفال تاني غيرها؟ عندي. عمرهم قد ايه؟ عندي محمد عنده 3 سنين و3 شهور. أصغر منها؟ أوه. طب في الفترة دي كنت بتسيبيه فين لما بتكوني مع روان؟ كنت بسيبه مع بابا في البيت. وكنت بتقعدي هنا أيام لوحدك في المستشفى؟ كنت بقعد هنا بالعشرة أيام والخمستاشر يوم. بس الحمد لله هي أحسن دلوقتي. الحمد لله. في العيد دايما بتبقى فيه فرحة يعني. فعيد الأم أكيد فرحة جواكي إنك شايفة روان إن شاء الله ربنا يشفيها. لكن كمان لازم نقول لماما كل سنة وانت طيبة يا ماما. مبسوط حالي؟ كل سنة وانت طيبة يا ماما. روان حافظة أغاني ولا مش حافظة أغاني؟ مش حافظة أغنية لعيد الأم؟ معقولة؟ جبت لماما هدية إيه؟ جبت لها حاجة. لا لازم تجيبي لها هديه عشان عيد الام. انت بتعرفي ترسمي؟ تروحي المكتبه اللي هنا؟ تروحي المكتبه. ترسمي بقى؟ ده المفروض بقى ترسمي تقرري. انتوا مروحين النهارده ولا قاعدين؟ احنا كنا جايين تاخد جرعه النهارده بس المناعه الجزئيه نازله فلغولها الجرعه. فهتروح وترجعي. هنيجي تاني. هنيجي يوم الخميس الجاي. طيب احنا بقى اول ما نروح البيت عندنا قلم والوان؟ نجيب قلم والوان ونرسم وردة جميلة لمين؟ لماما. عشان ايه؟ عشان عيد الام. شطورة. طب ما احنا عايزين نسمع بقى الكلام ده. تقولي لي هترسمي ايه؟ وردة. سمعيني الصوت كده. وردة لمين؟ لماما. عشان ايه؟ عشان عيد الام. عشان انت جميلة قوي. يعني لو انت عندك امنية في عيد الام السنه دي بتتمني ايه؟ انا عارفه ان اكيد السنه اللي فاتت كان اصعب بالنسبه لك، يمكن السنه دي الحمد لله احسن. الحمد لله. الحمد لله. اتمنى ان ربنا يشفي كل مريض. ربنا يشفي لك روان ان شاء الله وتقوم بالف سلامه. ان شاء الله ربنا يشفيها واللي زيها يا رب. طبعا انا من كل اللقاءات اللي عملتها مع الامهات النهارده
حاسه بالالم والمعاناه اللي هم كانت واضحه جدا في عينيهم وفي مشاعرهم وفي حاجات كتيره جدا، بس ليه حاسه انك انت ساكته شويه يعني مختلفه ما بتعبريش؟ لا انا ما انا لو قلت اقول كتير، بكفايه ان كان بيعدي عليا العيد ما كنتش بحس بيه كفايه. انا عايزه اقول لك انك انت واحنا بنتكلم عن الام المثاليه، انت يعني مش بس ام مثاليه من وجهه نظرنا كمجتمع، انت ام مثاليه عند ربنا سبحانه وتعالى، لان ربنا كان بيختبرك وانت الحمد لله طلعتي قويه ومؤمنه وشايفه الحمد لله في تحسن. صح الحمد لله كتير قوي. مش في تحسن؟ انا كنت جايبه ما بتمشيش. اه بس الحمد لله بفضل ربنا ونعمه بالله، بفضل ربنا وبفضل كمان وقوفك صامده كده قدامها ورعايتك ليها. الحمد لله. انا مقدره تماما الدموع اللي في عينيكي دي، بس انا برضو يعني نفسي دايما تتعلقي بالامل، لان الامل في ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. انا امل في ربنا كبير ونعم بالله، وربنا ما بيغزلنيش وما بيغزلش كل مسلم بيلجأ له ونعم بالله. كل سنه وحضرتك طيب. انا مبسوطه قوي ان انا شفتك النهارده، ربنا يخليك يا رب. والدموع دي يعني احنا كلنا كمجتمع حاسين بيها، بس ان شاء الله ربنا هيطمنك عليها. واحنا لما جينا النهارده كان نفسنا قوي نشاركك ونقول لك كل سنه وانت طيبه، لان زي ما قلت لك انت مش بس ام مثاليه، انت ام رائعه وعظيمه ومتحمله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. ميرسي. كل الحياة
كل اللي لينا حضن مضلل علينا ومطمنا وحمينا ومحسسنا بدافع. وكل ما تحبك زيادة هموت عليك.